2020 عام السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية البناءة، كما هو عام النزاعات والصراعات الإقليمية حول العالم وسط أجواء مشحونة بالخوف من جائحة صحية عالمية خلفت وراءها ضحايا وأزمات تتعدى حدود المفصح عنه من الأرقام والإحصائيات. في منطقة الشرق الأوسط برزت هذا العام معاهدة السلام التاريخية التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أو ما عرفت بالاتفاق الإبراهيمي، كأحد أبرز الأحداث الاستثنائية التي عرفتها المنطقة العربية منذ عقود. كما أعلنت السودان وإسرائيل في 23 من أكتوبر عن اتفاق مباشرة العلاقات بين الدولتين، وذلك قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لاستئناف آليات التعاون والعلاقات الدبلوماسية والرسمية بين المغرب وإسرائيل في 10 ديسمبر، واعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. على صعيد الصراعات الإقليمية والحروب، جاء هذا العام محملاً بالأرقام المهولة عن القتلى والجرحى سواء في عمليات فردية أو جماعية. فأكثر من 1,000,000 مشرد خلفهم الصراع الدامي في إقليم تيغراي في شهر نوفمبر، قبل أن يتم في 28 من شهر نفسه الإعلان الرسمي عن انتهاء العمليات في الإقليم بعد 3 أسابيع من القتال. وقبل اندلاع الحرب بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني كاراباخ، تم الإعلان في 13 من شهر يوليو عن مقتل 4 جنود أذريين في اشتباكات وقصف متبادل مع القوات الأرمينية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها، لتندلع بعدها الاشتباكات العسكرية بين الجيشين في 27 من سبتمبر، وتعلن كلتا الدولتين الأحكام العرفية تماشياً مع حالة الحرب مدة 6 أسابيع، راح ضحيتها عشرات القتلى وآلاف المهجرين. وشكل يوم 9 نوفمبر حدثاً استثنائياً مع الإعلان عن رعاية روسية لاتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم المتنازع عليه، منهياً جميع الأعمال العدائية بين الطرفين، فيما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع واقتحم مئات الأشخاص مبنى البرلمان في العاصمة الأرمينية يريفان احتجاجاً على هذا الاتفاق. لا تنتهي أحداث العام 2020 دون التوقف عند أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا، حيث أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني في 11 يناير وفاة السلطان قابوس بن سعيد، ليؤدي هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية سلطاناً لعمان. وشهد 25 فبراير وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاماً. وفي 29 سبتمبر أعلن عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليؤدي في اليوم التالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة، ليصبح بعدها أمير الكويت 16. بعد ساعات ينتهي العام الحالي حاملاً معه ملفاته الثقيلة، والأمل في أن يفتح العام الجديد أبواباً لعودة الحياة إلى طبيعتها، فيما يستعد العالم مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبطموح ورؤية متجددة في إكسبو 2020 دبي، حيث تتحقق أعظم الإنجازات عندما يجتمع العالم معا تحت سماء الإمارات.